أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أكد أن ما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات وقوانين وطنية متطورة في مجال حماية العمال من كافة أنواع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ساهم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والسليمة التي تعد اليوم أحد متطلبات النمو الاقتصادي، حيث تولي الحكومة اهتماماً متزايداً برفع مستوى السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج. وقال حميدان في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف 28 من أبريل الجاري أن العام الماضي شهد انخفاضا في معدلات الحوادث المهنية مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 13%، وهو ما يعد انعكاسا للجهود الوطنية المتواصلة في نشر الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، مشيرا إلى أن الوزارة وفي إطار دورها الرقابي قامت بالتفتيش على مواقع عمل شملت 198 ألف عامل في القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة. وبهذه المناسبة دعا حميدان أصحاب العمل إلى اتخاذ اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية منطلقا آخرا لتعزيز حماية العمال على جميع المستويات. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن البحرين قامت باتخاذ الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا في مواقع العمل، لافتا إلى مساهمة فرق التفتيش التابعة للوزارة لمتابعة التزام أصحاب العمل للتقيد بمتطلبات السلامة والصحة المهنية في مساكن العمال ومواقع العمل، بالإضافة لتعزيز تطبيق المنشآت الإرشادات الاحترازية. وقد نالت هذه الجهود إشادة من جهات دولية خاصة من الدول المصدرة للعمالة.